شو هي توقعات الفلك لمواليد الحمل بالأسبوع الثاني من شهر آذار مارتش 2024؟ وصلنا للأسبوع الثاني يا عزيزي، ووصلنا لقمر، قمر جديد ببرج الحوت يوم الأحد. قبل الأحد يعني بين الجمعة والسبت في لقاءات، جمعة 8 وسبت 9 بتحليلك اللقاءات والمغامرات العاطفية، وانت بتحبهم، بتحب المغامرات العاطفية واللقاءات اللي فيها انفعال ونظرات وكلمات صامتة. بتساعدك الأفلاك على تحسين أوضاعك، فبتفرح بمناخ مهني مناسب جدا، وبتزول عقبات كانت عم تزعجك. هلأ بنوصل ليوم الأحد. يوم الأحد 10 في عنا قمر جديد ببرج الحوت، بيشوش عليك الأمور وبيجعلك ساهي شوي وبيولد بعض الالتباس. طبعا إذا اشتركت بالتوقعات اليومية واللي هي بأقل ب 2 دولار وأقل، بتكون عم توصل إلى بعض التفاصيل، توصل لك كل يوم كل يوم كل يوم لوين أنت رايح وشو عم تعمل. القمر الجديد مثل ما قلنا بيشوش عليك، بترجع من وراء تفرح بتطور جيد وأجواء مناسبة وأيام من الفرص الإيجابية بين الثلاثة والأربعة، بين الثلاثة 12 والأربعة 13، لأنه بيكون القمر صار ببرجك. بين 10 و 11 في شوية بلبلة، معليش طول بالك، يعني قصدي يوم بين الأحد والتنين. بترجع بتتبلور قضية مالية وبتحصل على مكتسبات، أو بتنتهي من إنجاز ملف استثماري ابتداء من يوم الخميس، وبخبرك أكثر بالأسبوع الجاي.